هذا اللقاء هذا ديال اليوم مع الصحافة الوطنية هو على إثر البيان اللي صدرته أنا كمواطنة مغربية أولا، وثانيا كرئيسة مؤسسة لجامعة منذ 22 سنة، لأن مور 22 عام ديال العمل ومور 22 عام ديال المنح اللي هي يعني صغيرة بزاف، من مور 22 عام ديال الإنجازات، مور 22 عام ديال خدمة القضية الوطنية، خدمة الفئات في وضعية هشة، خدمة القضية الأمازيغية، تقريب هذه الرياضة من جميع فئات المجتمع، من طنجة الغالية، من طنجة العالية للكوارة الغالية، تقريب أيضا هذه الرياضة هذه القرى المغاربة اللي هما في القرى، اللي هما في المدن الصغيرة، اللي هما في المدن البعيدة، اللي هما في المدن اللي مهمشة، كنتصدموا اليوم بهذه واحد الشهر بقرار ديال وزارة الشباب والرياضة بأنها كتنقص المنحة للنص ديال هذا 3 شهور من قبل النهاية ديال الموسم الرياضي، في الوقت اللي حنا صرفنا الفلوس، وفي الوقت اللي جامعات أخرين ما تنقصوا لهمش، وفي الوقت اللي جامعات أخرين تزادت لهم المنحة. إذا مور 22 عام ديال العمل كنعانيو من حجرة إدارية ديال وزارة الشباب والرياضة، وباقي الآن ما كنعرفوش شنو هي المعايير والمقاييس ديال إعطاء هذه المنح. علاش جامعات كتعطلهم بزاف الفلوس؟ علاش جامعات ما كتعطلهمش؟ علاش نقصوا لبعض الجامعات؟ علاش زادوا الجامعات؟ علاش كاين جامعات خلاو لهم كل شيء؟ علاش؟ بركة من الحجرة، بركة من 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 الحجرة، جامعة اللي ما كانش عندها مقر منذ 14 سنة، جامعة اللي ما عندهاش موظفين منذ 17 سنة، جامعة هانتم هنا في دابا في المقر الجامعة، هانتم كتشوفوا جوج بيتات وصالون، يعني هادشي صغير، يعني كفى من الحجرة. أنا كل وزير كيجي كنتفائل، كل وزير كنقول راه غادي يعني غيعيط للجامعة ديالنا ولا الجامعات اللي هما معقولين وكيشتغلوا هذا وهذا، ولكن اليوم أنا كنقول للشعب المغربي كله عزانا وعزاكم واحد في الرياضة المغربية.